مشاهدينا، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو تحالف بيشتغل في كل مجالات التنمية الخدمية الصحية وكمان التوعوية والتعليمية والزراعية. تعامل تحالف قرر إن هو يخفف من الأعباء على كاهل كل المصريين علشان يكون في مظلة حماية مجتمعية بتستوعب كل فئات الشعب المصري، وده مش هيحصل أبداً غير بتوحيد قاعدة البيانات الحوكمة. وهو ده اللي عمله التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال العمل على قاعدة بيانات موحدة، قاعدة بيانات تم تنظيمها من خلال الشراكة مع كل الجمعيات المتواجدة على الأرض في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة لكل مؤسسات الدولة الحكومية التنفيذية اللي بتعمل في مجال العمل التنموي والتطوعي أيضا، علشان يحقق المعادلة الصعبة، معادلة وصول الخير لكل المستفيدين بعيدا عن العشوائية. التحالف اللي بيضم أكتر من 33 مؤسسة وجمعية خيرية، زي ما تابعنا منذ قليل وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأرض استاد القاهرة لانطلاق الحدث الخيري الأكبر من نوعه، مبادرة كتف بكتف اللي بينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. الرئيس تابع اصطفاف أكتر من 5000 متطوع من المتطوعين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية المختلفة، وأكد على أهمية العمل العظيم اللي بيقوموا فيه لرفعة راية الوطن وللتخفيف عن كاهل كل المواطنين المصريين وأهلنا الطيبين، الأسر الأولى بالرعاية، علشان يقدروا يخففوا من عليهم الأعباء والأزمات والتحديات اللي بيواجهها العالم ككل، في القلب منها طبعاً ارتفاع الأسعار. الرئيس كمان أثنى على وجود صغار المتطوعين اللي بيشاركوا في العمل الخيري العمل التنموي، وقال إن دايماً المصريين بيثبتوا للعالم كله إن هم كتف في كتف هيعدوا، إن هم كتف في كتف قادرين على تحدي التحدي نفسه، ودايماً الخير موجود في المصريين وهيظل موجود طول ما هم كتفهم في كتف بعض. احنا في انتظار بدء الفعالية، فعالية اليوم اللي بتنظم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي مبادرة كتف بكتف اللي بتيجي امتداد لمبادرات عديدة كانت أولها مبادرة وصل الخير اللي انطلقت في مارس 2022، وهو عام المجتمع المدني اللي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إيماناً منه بأهمية ودور المجتمع المدني، وإن المجتمع المدني القوي هو مجتمع قادر على الحفاظ على الحقوق والحريات وقادر على يعني الدخول مع الدولة لمواجهة كل التحديات لما يتمتع به من لا مركزية القادرة على إيصال صوت المواطنين للدولة بشكل عام من خلال التحالف الوطني اللي تم إطلاقه في عام 2022 استجابة لأنه عام المجتمع المدني تحديدا. زي ما قلنا، اعتمدت فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منها مبادرة كتف في كتف على تقديم المساعدات الحقيقية، المساعدات اللي بتتماشى مع متطلبات كل المستفيدين، وده ما كانش هيحصل أبداً غير بوجود قاعدة بيانات واضحة، قاعدة بتضمن وصول كل المساعدات للأسر المستحقة، الأسر الأكثر احتياجاً، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق ونفس الأشخاص مرة أخرى، وده إعمالاً لمبدأ العدالة في التوزيع والعدالة أيضاً في التنمية. علشان كده تم إطلاق قاعدة بيانات موحدة، قاعدة دقيقة، قاعدة بتقدر تستوعب الأسر المستفيدين تحديداً في كل محافظات الجمهورية وبالتحديد المحافظات الحدودية أيضاً، من خلال الشراكة مع كل المؤسسات الخيرية وكل قواعد البيانات اللي موجودة، وطبعاً بالتحديد قاعدة البيانات اللي موجودة لدى مؤسسة حياة كريمة. النهاردة يوم بيتم فيه إحياء العمل التطوعي، لأن النهاردة 300 ألف
متطوع من كل أنحاء الجمهورية، بينتموا للعديد من المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية اللي بتضمنها وتشملها مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كلهم كتفهم في كتف بعض علشان يوصلوا الخير، علشان يدخلوا الفرحة على قلوب كل المصريين قبل شهر رمضان الكريم. كتف بكتف هنعدي، كتف في كتف ملايين من الكراتين هتوصل للأسر الأكثر احتياجاً، هتوصل للأسر المستفيدين علشان يقدروا يكون في عندهم نوع من أنواع الفرحة في شهر رمضان الكريم. مش بس حماية غذائية، كمان مطبخ الخير هيكون موجود في كل محافظات الجمهورية، مطبخ الخير التابع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. علشان كده احنا أمام أكبر تجمع وأكبر حدث تاريخي في تاريخ المجتمع الأهلي التنموي، مبادرة كتف في كتف.